اخ صلاح اتفضل. يا مرحبا برياح دمياط اهلا وراس البر، وسهلا. اهلا. انا سعيد والله، انا من يوم ما سمعت البرنامج ده وانا يعني زعلان جدا من الراجل السعدي الهلالي ده، ولما الدكتور محمد اكلمه معاك وسامعك، اتفضل. والله انا قاعد مزاجي، انا لا مش متدين قوي يعني، واخد بال سعادتك، بس الراجل ده ازاي خد دكتوراه في الازهر يعني، وازاي الازهر سكت عليه الفتره دي كلها؟ محمد ربنا يبارك لك. الله يحفظك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يكرمك. الأخ صلاح بيضرب القضية في مقتل. بيقول الدكتوراه دي جت ازاي من الأزهر كمان يعني. ما هي دي القضية، احنا طبعا مع احترامنا للدكتور سعد الدين هلالي نقول يا دكتور راجع نفسك في هذا الكلام، لأن الكلام ده هيؤخذ عليك أمام الله. في ناس قلعت الحجاب، أنا مش عايز أقول لك كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس قلعت الحجاب، لأن في ناس بتبقى لابسة الحجاب على مضض. مستنية قالت لك ده أستاذ في الأزهر، أنا جات لي مكالمة بين اتنين راجل وامرأة وزوجته يعني، وبتقول لي ده ما هو ده استاذ في الازهر، هاخد بكلامه مش كده؟ هذه هي القضيه. انا بسالك تاني يا محمد عشان تراجعوا نفسكم في الكلام، بس هل ينفع ايه في كتاب الله تكون دافع لان النساء تقلع عشان انا غض؟ هل ده معنى، هل ده معنى يصل او المفترض ان يصل الى عقل مفكر؟ دي فلسفه فارغه يا دكتور محمد، هو الدكتور كده بيفلسف المساله بطريقته وبهواه. لا هو ما خدش باله من الايه اللي بعدها. لا واخد يا دكتور محمد، يعني لما تقول لي بقى مش معقول. ان المؤمنين مش معقول زي ما الاخ صلاح بيقول ان في دكتوراه وفي دراك، اكيد اكيد الاحكام الفقهيه مرت على الدكتور. ده هو استاذ فقه مقارن. امال ايه بقى؟ ان هذا لا شيء يراد، ربنا سبحانه وتعالى يصلحنا واياه. وبعدين قال زعلانين من دكتور محمود شعبان ان المصار وقال ما تقفلش الحلقه. طبعا يقول كده، ولو ما قالش كده كنا احنا زعلنا منه. إذا ما قالش الدكتور محمود شعبان أيوه لازم نوضح للناس. بقول لك في ناس قلعت الحجاب بفتوى هذا الرجل، فدي في رقبته أمام الله. أنا بفكره برضه من باب إيه؟ أن يكون رجع إلى الحق، يقول يا جماعة ما كانش قصدي كده، مش قصدي إن الستات تقلع الحجاب. الحجاب بيقول لك الحجاب الصلاة ولا الحجاب؟ في السؤال ما ينفعش يبقى كده. وبيقول ما تأمرهاش، ده أنت ليك توصيها بس، يعني يا دوب تقول لها وهي تاخد بقى وما تاخدش، يا حرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أسألك سؤال، طب أنا أسألك سؤال بقى أضحكك على الفيلم الهندي ده. المرأة اللي بتصلي بتلبس الحجاب ليه؟ اللي هي مش محجبة. خد بالك من سؤالي قوي، بتلبسي الحجاب ليه في الصلاة؟ قناعة فطرية. لا اسمع بقى التأويل. يقول لك ده من شروط صحة الصلاة مش من شروط الصلاة. أنا الناس دي بص يعني الناس دي عايزة تجنننا، يا هي مهبولة يا في حاجة مش طبيعية. إيه بقى شروط صحة؟ بدأت تجي لك أسئلة، هل هناك فرق بين صحة الصلاة وشروط صحة إيه؟ كلام ملوش معنى. يعني إيه؟ يعني إيه مش من شروط الصلاة؟ لا من شروط صحة الصلاة. أنا مش فاهم برضه. يعني هو ينفع واحدة تصلي من غير حجاب؟ طب بالمناسبه هم بيسالوني في مساله الحجاب، الحجاب ده انهو في ناس ساعه ما تيجي تصلي تبقى لابسه بنطلون ولا اي حاجه يا دكتور محمد، تقوم حاطه طرحه كده وخلاص ده الحجاب؟ لا طبعا الحجاب لا الحجاب طبعا. الحجاب. طب انت ايه رايك ان هم في التحرير كانوا بيصلوا جماعه والبنت والواد كتفهم في كتف بعض كده بيصلوا؟ صلوا صلاه الجنازه الغائب على فكره وبركوع وسجود وحاجات زي كده. ما ده يبين لك الحال يعني، ما الحال يوم عن اهلي. فالقضيه والشاهد في كلامي ان ما ينفعش نقعد نفلسف. الحجاب حجاب. حجاب. الحجاب اسدال. اسدال. بالنسبه للصلاه يعني. ناخد ام عبد الله عشان ما نقعدهاش. ام عبد الله من اسكندريه اتفضلي. ام عبد الله.